أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قال الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز إن الحملة الانتخابية لرئاسيات 2019 المرتقبة في البلاد تأتي في لحظة وصفها بالمفصلية من تاريخ موريتانيا ونظامها الديمقراطي. ودعا العبد العزيز في خطاب ألقاه بمناسبة عيد الفطر المواطنين إلى جعل هذه الاستحقاقات فرصة للبرهنة على الحس الوطني والديمقراطي، وأن يكون التنافس فيها مسؤولا بعيدا عن التشنج وخطابات التعصب والتفرقة. سنستقبل بعد أيام قليلة الحملة الانتخابية لرئاسيات 2019 التي تأتي في لحظة مفصلية من تاريخ بلادنا مكرسة رسوخ نظامنا الديمقراطي. إنني أدعوكم مواطني الأعزاء إلى أن تجعلوا من هذه الاستحقاقات فرصة للبرهنة من جديد على حسكم الوطني والديمقراطي ونضجكم الفكري والسياسي، وأن تخوضوها تنافسا مسؤولا في جو من التسامح والإخاء بعيدا عن التشنج وخطاب التعصب والتفرقة. وفي الختام أجدد لكم تمنياتي بعيد سعيد. ومعنا في الاستديو سيدي محمد والبلعمش المدير الناشر لصحيفة مراسلون، أهلا وسهلا بك. يعني كيف ترى وصف الرئيس الحملة الانتخابية المرتقبة بأنها تأتي في لحظة مفصلية؟ أعتقد أن هذا الوصف والتوصيف ينطلق أساسا من أنها أول مرة يتم فيها انتخاب رئيس لا غير موجود في الكرسي، ويشير إلى أنه سيغادر السلطة، وبالتالي يرى الأمر من زاوية متفرج، وبالتالي يراه مفصليا. طيب، يعني هو رئيس دعا كذلك إلى أن يكون التنافس مسؤولا وأن يتم فيه الابتعاد عن التشنج وخطابات التفرقة. يعني هل هي دعوة لأن تكون مختلفة عن الانتخابات التشريعية التي وصف خلالها بعض الأطراف بالتطرف؟ نعم، هو دائما الرئيس يشير إلى مخالفيه وخصومه بإما المتعصبين عرقيا أو شرائحيا أو المتعصبين إيديولوجيا ودينيا، وبالتالي هو يحذر من هذين الصنفين الذين يتمحورون جميعا في أقطاب سياسية لا تنتمي إلى القطب الذي يؤيده هو. أعتقد أن إدراج فقرة هكذا من خطاب الرئيس تتعلق بالانتخابات القادمة تشير يريد أن يذكر الرأي العام أنه يغادر السلطة وأن هناك انتخابات لا يشارك فيها، وبالتالي يريد لهذا الأمر الذهني أن يذكر به الرأي العام وأن يكون حاضرا وفي خطاباته بمناسبة الأعياد الوطنية الدينية دائما كانت استدعاء للقيم السمحة وتعلم الإسلامية المعروفة لدى الجميع، وبالتالي لم يكن فيها جديد. هذا الجديد في هذه هو تذكير بأنه سيغادر. طيب، هو عندما ربما يريد أن قال بطريقة ضمنية أنا أغادر السلطة وأترك لكم رئيسا آخر. هو عندما يطالب بأن يكون هذا الشيء، عندما يطالب الابتعاد عن التشنج وخطابات التفرقة، برأيك النصيحة يقدمها لمن؟ يقدمها للأطراف التي تناوي تياره. الأرجح أنه يدعو إلى، طبعا هذه الدعوة غير مسموعة، وما يصفه بالتشنج يصفه الآخرون بالحق، وما يصفه هو بالكذب والتلفيق يصفونه الآخرون بكلمة الحق والصدق. إذن طيب، الأمر غير متفق عليه، ولكن أرجح أن يكون يتجه إلى مرشح المعارضة الأربع البكار والمولود وبرام وكان حميد وضع. طيب، التركيز على الابتعاد عن خطابات التعصب والتفرقة، يعني هذا إذا ربط بتركيز خطاب المترشح محمد بن الغزواني على الاهتمام بالطبقات التي عانت من الغبن والتهميش، ما الذي قد نفهمه من هذا؟ الخطابين غير متسقين في وجهة نظري. أعتقد أن خطاب الغزواني ينطلق من 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 سحب البساط من خطاب أحد المرشحين وهو برهام.
أما خطاب عبد العزيز فينطلق من في توجيه الأصابع إلى أحد المترشحين أو مرشحين اثنين، وبالتالي التفرقة تنطلق أيضا تذكرنا بالحملة التي قامت بها السلطات العمومية المتعلقة بمحاربة خطاب كراهية، خاصة أن هذه الشهر الفضيل رمضان الماضي شهد عدد المحاضرات، أولى محاضراته كانت في القصر الرئاسي ألقاها وزير الشؤون الإسلامية عن محاربة الكراهية والتفرقة. إذن هذا الموضوع يمكن أن يكون ما زال متواصلا، ويمكن أن تؤسس عليه أشياء أخرى لا أعرفها. طيب يعني رمضان ولا؟ نعم. لأن نقترب من الانتخابات، طب هل يتوقع أن يكون للرئيس حضور كبير في هذه الانتخابات خلال الحملة التي ستنطلق بعد أيام، يعني التي نرتقبها، يعني على غرار ما حصل في الانتخابات التشريعية كان حاضرا وكان ممارسا للدعاية السياسية؟ الأرجح أنه حاضر، ثلاثة من وزرائه يسيرون محاور ربما لا تعني الخطاب ولكن تعني اللوجستيك والمال السياسي وغير ذلك والإعلام. أعتقد أنه حاضر إلى جانب رفيقه ومرشحه أو مرشح نفسه، يعني يختلف الصف والموصف واحد، وأعتقد أنه حاضر وقد لا يدخل في حملات دعائية. إذا تطورت الحملة في مرحلة ما يمكن يتدخل ليقوم بدفع عن جديد لمرشحه. طيب برأيك أي نوع من ردود الفعل يمكن أن يسببه حضوره في الحملة الانتخابية إذا دخلها بشكل كبير أو بقوة؟ هناك مطالب قديمة ومتجددة من المعارضة بحياد السلطات الإدارية وحياد الإدارة عن العملية، وانتقد المترشحون المنافسون لغزواني انتقدوا وجود وزراء ضمن هذه الحملة ودعوا إلى إقالتهم. مؤكد أن الرئيس إذا تدخل سيطالبون بصمته وسيطالبون بحياده في الموضوع. مع ذلك هو تكلم بطريقة أكثر صراحة في اجتماعات في النعمة في الجوزة في غيرها وفي العصابة أيضا، يعني قبل طيب عن هذا الموضوع دعا إلى دعم غزواني. طيب قبل دعوة الرئيس كان هناك توقيع على ميثاق شرف بين المترشحين، إلى أي حد يتوقع أن تكون الانتخابات المرتقبة هادئة؟ لا يتوقع أن تكون هادئة أبدا، هذه ربما حالة تنافسية نادرة لا يترشح فيها رأس السلطة، وبالتالي هي فرصة للمنافسة الشرسة. وأمس خطاب أول أمس خطاب المرشح غزواني يقدم نفسه أن له وجهة نظر منافسة، ويقدم نصائح للمترشحين المنافسين أن لديه يمكن أن يقدموا رأيا وجيها، رأيا يقدم لهم نصائح مجانية ربما تشهيرا بهم أنه سبقهم لتقديم برنامج انتخابي. طيب يعني برأيك إلى أي حد يمكن لهذه الانتخابات أن تذهب إلى شوط ثاني؟ يمكن كل شيء، ممكن كل شيء محتمل. المؤشرات التي قد تشير إلى ذلك، المؤكد أنها أن هناك تنافس جدي، حينما يكون المرشح السلطة يتحدث 48 دقيقة ويعيد العبارات، يكون حريصا على 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 فصاحتها ويقلب 18 صفحة، يعني هذا أن طيب سيدي محمد بالعمش المدير الناشئ لصحيفة مراسل كنت ضيفنا، شكرا جزيلا لك. شكرا، يعطيك العافية.